تعلم من عمه معاني الثورة وورث عن أبيه جلباب الاعتدال، عراب وحدة البيت الشيعية ومهندس العقد الاجتماعي الأقرب إلى الجميع والأبعد عن المصالح، إنه السيد عمار الحكيم ابن الحواري النجفية وربيب المدرسة الحكيمية، بطل المراسلات السرية مع الشهيد الصدر الأول، تربى بين الخنادق والبنادق وذاق ملح الجهاد مع مشاريع الاستشهاد، ترأس مؤسسات تبليغ وهداية ورسم خط الشروع لمؤسسات فكر ومعرفة. بعد مرض والده ووفاته تحمل الصعاب وواجه الشدائد، فالكبوات في المحافظات وضياع مقاعد الانتخابات لم تكسره، بل فتحت له أبواب كثيرة، فأعلن الإنذار في عموم التيار حي على خير العمل، فعادت الهيبة وولى زمن الريبة. عقلانية طاولته المستديرة وعبقرية مبادراته المستنيرة سبقت الوقت وقوبلت بالمحاربة والمضاربة والتخوين وسهام المشككين قبل أن يعودوا لها صاغرين. في مكتبه يلتئم الفرقاء ويزدحم عند بابه السفراء، أرث 100 عام من الحكمة وأسس تياره الحكمة معبرا عن هواجس الأمة. ارتكزت الحكمة على ثلاثية، فالعمامة المحمدية صانعة مشروع، والعقال العربي ركيزة مجتمع، وربطة العنق دليل حداثة ومعاصرة. التمكين أول بوابة سياسية تفتح للشباب لتكون لهم الريادة والقيادة. دافع عن الحشد كمؤسسة منضبطة بقانون تحق فيه الحقوق، ووقف بالضد من السلاح المنفلت وفوضى الإدارة، فكان أكثر من يعرف وأول من يقول ما يعرف. وحين يغضب الشارع وتزدحم فنادق الخارج بالهاربين والمتوارين عن الأنظار، ينزل الحكيم إلى العشائر يضمد الجراح بالوئام لا بالسلاح. قرع جرس الإنذار من المخدرات، واعتبر الطفولة مشاريع رجولة، ودعا لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة بمواقف وقوانين خاصة. هو سيد الحكاية من البداية لما بعد النهاية، محطات عطاء تدار فيها بوصلة الوطن بنقاء بلا انتقاء.